أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل توفي وقد تبرأ زملائه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال. رجل يقول أحسن الله إليكم، رجل توفي وقد تبرأ زملائه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال، كيف يقسم هذا المال فيما بينهم؟ إذا كان إن الهبة لهم جميع يقسم بينهم بالسوية، أن هذا ما هو ميراث، هذه هبة وعطية. فإذا أعطوا المال جميعا ويدير هذا لأسرة فلان أو لأولاد فلان فإنه يقسم بينهم بالسوية، وإن كان للنفقة ينفق عليهم منه، ينفق عليهم يحتفظ به وينفق عليهم منه.